فتعرفي الانسان القيمه ازاي؟ هديكوا ثلاث علامات. اول حاجه لا يمكن يتنازل عن مبدأه هو على فكره اللي هو مقتنع انه صح. قد يكون المبدا بتاعه ده اللي هو مقتنع انه صح بيه بالنسبه لنا غلط، ده موضوع تاني. لكن هو حقيقه بينه وبين ربه كده عارف ان المبدا ده ايه؟ صح وملتزم بيه. يا عم ده مبدأك ده غلط، ده موضوع تاني. انا اللي انا مقتنع بيه انه ايه؟ صح وما بيكبرش هنا. واضحه الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا، لان الصح مش واحد عند الناس. احنا متخيلين ان الصح عند الناس كلها حاجه واحده، لا مش حقيقه. واضحه الحته دي؟ طيب الانسان ده في اول بعد التمسك بالمبدا، وعاده المبدا عاده بيبقى اخلاق، بيبقى دين، بيبقى قواعد اجتماعيه متوارثه والمجتمع ماشي بيها. معايا حضراتكم؟ عايش المبادئ دي مش متمسك بيها بس، لا عايشها، يمارسها، يؤديها، يفعلها ويفعلها. فالإنسان اللي عايش قيمته عايش مبادئه، ويطلب أو على الأقل بيوجه من حوله إن هم يعيشوا هذه المبادئ، فهو دايما بيتكلم عنها ودايما بيوجه ليها. وفي نقطة عايز أوضحها، إن ده مش عيب، ده حال متزن. خدوا بالكم إن الإنسان كائن اجتماعي، وما يطلب من الآخرين شيء مش معناه انه بيفرضوا عليهم. فصاحب هذا الحال المحترم دايما اما يشوف حاجه غير محترمه بيعمل ايه؟ بيتكلم وبيوجه فيها. لانه ايه؟ لان هو ايه؟ محترم. صاحب الحال المحترم العلامه الاولى اللي قلناها ايه؟ متمسك. فهو متمسك، دي اول ما واحد. نمره اتنين ايه؟ ممارس. اللي هو متمسك بيه بيعيشه، مش متمسك بس. في ناس بتمسك بمبادئ وتقعد تدافع عنها لكن ما بيعيشوهاش، صح؟ الحال التالت ان المبدأ اهم مني واهم من اي انسان. واصله؟ بس في هذا البعد المبدأ أهم مني. فأنا ممكن أموت عشان مبدأي. ممكن أخسر كل، ممكن أطلع كل فلوسي، أنفق كل فلوسي عشان مبدأي. إن مبدأي أهم من أي شيء آخر أنا أمتلكه أو يخصني.